البحارة الشمس والريح والسحارة نحلف بالموجة الغدارة لا 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 حبك منتو لا لا من صوتك علي نكتب اسمك بالدم في ديا ونرجع لك ديما مهما زرعوني الشوك في ثنيا مهما الايام حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما الحمد لله السنة رهنا انه نعملوا دورة تأسيسية ليالي الفندق. الفكرة بدأت من الأول انه نمسوا اكثر فن ممكن وبالتالي يكون برشا جمهور متنوع. عرض اسمه ياسر محبة، مش نحكي فيه على المحبة في بعدها الشامل، هو عرض صوفي بطريقة معاصرة. الفندق قعدت نشوف فيه في التصاور والفيديوهات كهو، فكنت متشوق اني نحضر ونعمل فيه عرض. الحقيقة مفاجأة صار جدا، فضاء غاية في الروعة، هيك البساطة اللي فيه نتاع الهندسة المعمارية اللي فيه، والجمهور لاني جمهور صفاقس انا نعرفه، عملت اكثر من 10 عروض لهنا، مختلف جدا على باقي الجماهير نتاع الجمهورية في انه يعرف يسمع. صفاقسية عندهم طاقة الاستماع جميلة. كانت البرمجة متنوعة، فيها الشعر، فيها الموسيقى، الموسيقى متنوعة كما ياسر جرادي بموندو آخر، كما مثلا الوتري أو التونسي أو المالوف مع مجموعة هيبنوز باند، أو الشبابي مع بيت باند ميوزك، أو كذلك مش تكون مع السهرة الختامية هي يوم 28 أفريل مع فرقة الأولى المعهد العمومي والموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس بقيادة المايسترو رستم السيفي. شوف قيام دوما Où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. كذلك فيها السينما كيما الليلة مع الافتسياء نادي هاني جوهرية، فيها المسرح مع نادي دار الثقافة فندق الحدادين، عرض مسرحية أجراس. العرض هذا متوج على مستوى وطني، كانت تحصل سنة 2020 على أحسن عمل متكامل في المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب. وقبلها بليلة كانت عرض مع الحكواتية والعرض فداوي مع وحيدة دريدي. اسمع هم الزوالي ويهز يدينا البطال يغني له غناية الخضرة يغني له غناية الأبطال نسمع فيه يغني يغني ويعلم الصوت يغني بابا حيا صدق نتاع الإدارة في اختيارها للعروض في التنوع نتاعها، اختارت عروض يعني ماهيش تجاريا رابحة برشا ولا تجيب في فلوس برشا، لا اختارت حاجات صادقة، وهذاك حسب رأيي سر نجاح التظاهرة. Thank you.
راهن على السينوغرافي على الإذاعة مزيانة نالت الإعجاب نتاع الناس. حكينا مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس اللي دعمتنا مشكورة. أقل الأشياء اللي تنجم تعمل مادة ثقافية يقبل عليها الجمهور وينال إعجابها. هو الواحد ما ينجم يقول البرنامج ناجح او فاشل الا بردة فعل الجمهور. الحمد لله كما شفتوا الليله بريسك العروض الكل كومبلي.